أهلا بكم على قناة أنوار بوست. هذا ما وعد به جو بايدن المسلمين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث فيه الرئيس الجديد لأمريكا جو بايدن مع عائلة مسلمة قبل توليه المنصب الرئاسي. وفي حديثه مع العائلة المسلمة قدم جو بايدن لمحة عن سياسته تجاه المسلمين، وقال بايدن لفتاة مسلمة ترتدي الحجاب: فكرة التفرقة بين الناس فقط ليست منطقية، كوني فخورة بنفسك وبديانتك. وأضاف: أعدك إذا انتخبت رئيسا سأعامل الإسلام مثل جميع الديانات الأخرى. This idea that we're separating people makes no sense. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. ما رأيك أنت عزيزي المشاهد في موقف بايدن تجاه المسلمين؟ شاركونا بأرائكم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.